ما هي حقيقة العلاقة بين الفاغنر والكريملين؟ استخدام الكريملين للمرتزقة الروس مثل مجموعة فاغنر للتلاعب بالبلدان التي مزقتها الصراعات ابتداء من سوريا وحتى ليبيا يلفت نظر المعارضة حتى داخل روسيا، حيث قدمت مجموعة قوية من المحاربين القدامى العسكريين الروس التماساً إلى المحكمة الجنائية الدولية سعياً لوقف استخدام المرتزقة الروس. أخبار الآن التقت بقائد هذه المجموعة الذي يدعى يفغيني شابايف وقامت بسؤاله: ما هي حقاً العلاقة بين الكريملين وفاغنر؟ Я не могу заявлять о том, что эта структура непосредственно является структурой там какого-то из ведомств, но тем не менее эта структура, представители этой структуры непосредственно в 16 году президент Владимир Владимирович Путин награждал орденами и медалями. Евгений Пригожин, собственно, неоднократно получает высшие награды государства, и тем его связывают многие, в том числе через финансовые схемы, именно с частной военной компанией «Вагнер». كان هذا الجزء الأول من مقابلتنا مع قائد المحاربين القدامى الروسيين يفغيني شابايف. في الجزء الثاني الذي سيعرض غدا سنسأله لماذا قدمت مجموعته التماسا للمحكمة الجنائية الدولية ضد استخدام المرتزقة الروس؟